السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، حكم شراء يعني شنطة مثلا بس تكون عليها ماركة مقلدة، وأنا عارفة إنها مقلدة. يعني بتشتريها كده عشان الرياء يعني ولا؟ لا، أنا لو حد سألني أقول إنها يعني مقلدة، ماشي يعني ماشي، بشتريها عشان شكلها عجبني وهي مريحة بس. مقلدة لماركة في دولة كافرة محاربة؟ يعني الدولة التي أنشأت هذه دولة كافرة محاربة أم دولة مسلمة؟ هي الماركات المقلدة بتبقى دول أجنبية أعتقد خلاص يعني. ماشي، الأمر فيها سهل ما دامت الدول دي محاربة. شكرا.